ثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله في علمكم ونفعنا الله بما قلتم، ونسأله جل وعلا أن يرفع درجاتكم وأن يغفر لوالديكم وللمسلمين. فضيلة الشيخ، السائل يقول: كثير من المسلمين اليوم فقد استشعار لذة العبادة واستشعار حلاوة الإيمان، فبودنا لو تذكروا لنا أسباب التلذذ بالعبادة واستشعار حلاوة الإيمان، نفعنا الله بما تقولون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه حضور القلب في عبادته، وهذا الباب إذا فتح على العبد فقد أصاب رحمة لا يعذب بعدها أبدا، فأصاب السعادة التي لا يشقى معها أبدا. أسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الله قلبا خاشعا، أسعد الناس من امتلأ قلبه برب الجنة والناس. فإذا أراد أن يعبد الله عظم من يعبده وقام بين يديه مقام الخاشعين وأناب إلى ربه إنابة الصادقين. إنه العبد الأواب الذي أناب إلى ربه صدق الإنابة ووقف بين يدي الله مستشعرا عظمة الله، وشهد الله من فوق سبع سماوات بفلاحه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما أعطي عبد الخشوع إلا ويريد الله به سعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدنيا والآخرة، لأنه لا يخشع إلا من يخاف الله، ولا يخشع إلا من يخشى الله، ولا يخشع إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته، ولا يخشع إلا تقي السريرة نقي الضمير سوي السيرة، لا يخشع لله إلا من عظم الله. استشعار العبادات هو المقصود الأعظم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أي ساعة أعظم وأشرف من أن يقبل العبد على ربه وليس في قلبه إلا الله؟ أي ساعة أعظم لأن يقبل العبد على ربه في صلاة لا تمر منها لحظة ولا يفوت منها ثانية في غير ذكر الله وتعظيم الله؟ من هو السعيد الذي وصل إلى هذه المرتبة أنه إذا وقف بين يدي الله انكسر قلبه وامتلأ بربه فلم يلتفت لشيء سوى الله؟ إنه العبد الذي ما خرج من بيته إلى الجمعة والجماعات، الذي خرج من بيته بالذكر والآيات، إنه العبد الذي خرج من بيته وليس في قلبه إلا الله، خرج في ظلمة الليل فلم يستوحش من ظلمته، وخرج في شدة الهجير والشمس فتلذذ في خروجه. إنه العبد الذي طرق أبواب المساجد لم يطرقها رياء ولا سمعة ولا ثناء. إنه العبد الذي دخل إلى مسجده لطاعة ربه والله يشهد أنه صادق في قوله وعمله. إنه العبد الذي إذا قال الله أكبر امتلأ قلبه بتكبير الله ونطق لسانه بذلك لمرضات الله. إنه العبد الذي إذا استفتح فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، استشعر أهوال الذنوب وأهوال الخطايا والعيوب، فانكسر بين يدي علام الغيوب
الذي يعلم سره ونجواه وما كان منه من عصيانه لربه جل في علاه، فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي فارا من الله إلى الله. إنه العبد الذي إذا استفتح الفاتحة فتح الله في وجهه أبواب رحمته، فهو يتلو القرآن معظما للرحمن يستشعر أن هذا كلام الله جل جلاله، فليس هناك كلام يتقرب به إلى الله عز وجل أعظم من هذا الكلام. إنه العبد الذي إذا قرأ القرآن انكسر قلبه من قراءته، فإن كان إماما كان إماما لمن وراءه في السمت والدل والهدي وحضور القلب لله جل جلاله، يستحي من الله أن يتقدم على الناس وفيهم من هو أخشع منه، يستحي من الله أن يدخل المسجد الذي قدمه على الناس ويكون وراءه من هو أفضل منه، يصلي وقد أقبل على الله قلبا وخالبا وقد انكسر قلبه من الله استشعار ما هي العبادة ما هي الإمامة، يستشعر أن الله قدمه على من وراءه أن الله فضله على من وراءه، فإذا به ينكسر لنعمة الله عز وجل ويقبل على الله إقبال الخاشعين إقبال المنيبين إقبال الصادقين، فيقرأ الفاتحة قراءة المتدبرين المتأملين، يقول الحمد لله رب العالمين وقد امتلأ قلبه من حمد الله والثناء عليه، فيقول الله حمدني عبدي، فيقول الرحمن الرحيم، فيقول الله أثنى علي عبدي، من هو الذي حمد الله وأثنى عليه؟ إنه ذو القلب الخاشع المنيب الصادق، وليس بذي القلب الله البعيد عن الله جل جلاله. ثم إذا انتهى من قراءة فاتحة الكتاب قرأ القرآن، فإن كان إماما كان أسبق المأمومين إلى الله من تدبره وتأمله وتفكره فيما يقرأ وفيما يختار للناس من القراءة. من الأئمة من قرأ ما يقرأه للناس قبل أن يقرأه على الناس فيبكي ويخشع ويخضع قبل أن يبكي أمام الناس، حتى إذا وقف بين يدي الله والناس وراءه فخشع وتخشع وبكى وتباكى كان من الصادقين ولم يكن من الكاذبين. من الأئمة من يخشع في خلوته أكثر من خشوع أمام الناس، حتى إذا خرج لما ألف حضور القلب عند قراءة القرآن فإذا خرج للناس لا يجد كلفة ولا يجد عناء، حتى إن بعضهم يغلبه خشوع القرآن ويغلبه لذة القرآن فلا يستطيع أن يمسك العبرة ولا وتخنقه العبرة في قراءته وإمامه. طوبى ثم طوبى لمن وقف بين يدي الله مصليا بقلب يستشعر ما هي الصلاة، طوبى لمن ركع وخضع وذل لذي الجبروت والعزة والملكوت وهو صادق في ركوعه وخضوعه وذلته لربه سبحانه وتعالى. أما إذا كان مأموما وقرأ الإمام آيات الله عز وجل وجل قلبه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر، أي صفات لمؤمنين ومؤمنات خضعوا لله وذلوا وانكسروا بين يدي الله إذا تليت عليهم آياته، آيات ملك الملوك إله الأولين والآخرين. طوبى لمن يعرف ما معنى القرآن، ما الذي يعنيه أن تسمع القرآن، فإذا سمع القرآن من الإمام ذل وخضع وخشع وأناب، أحس من قرارة قلبه أن سيده ومولاه الذي جل في علاه يأمره بأوامره وينهاه عن نواهيه، فإذا مر بأمر من أوامر الله تذكر تقصيره في جنب الله فانكسر قلبه بين يدي الله فلا يملك الدمعة من خشية الله. وإذا جاءه النهي الذي نهاه الله عنه من حدوده ومحارمه فسمعته أذناه ووعاه قلبه خشع وخضع فلم يملك أن يذف الدمعة من خشية الله جل جلاله، ثم انظر إلى حاله باكيا أو متباكيا إذا سمع الوعد والوعيد أو التخويف والتهديد من العظيم المجيد. من هم السعداء الذين إذا وقفوا بين يدي الله جل جلاله فسمعوا قراءة القرآن
أحسوا من قرارة قلبهم أن الآمر هو ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. من هم السعداء الذين إذا ركعوا فقال أحدهم الله أكبر راكعا خاضعا بين يدي الله، تذكر عزة الله وقدرته وعظمته وبطشه سبحانه وتعالى. ولذلك في الركوع كان من هديه يقول عليه الصلاة والسلام: سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت. كان يسبح الله عز وجل فيقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وشرع للعبد إذا ركع بين يدي الله أن يقول: سبحان رب العظيم. ما معنى العظيم؟ العظيم الذي احتقر كل شيء في جنب عظمته. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أعشنا بالصلاة؟ لأن ضيق الدنيا يتسع بالصلاة، لأنه يصلي وهو أخشع الناس قلبا، يصلي بين يدي الله وهو أكمل الناس خشوعا. إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. من هم السعداء الذين إذا سجدوا بين يدي الله أحس الواحد أنه ساجد بين يدي ملك الملوك، يبث إليه همه وغمه وحزنه وكربه، يتذلل إلى ملك الملوك الكريم الذي لا يرد من سأله ولا يخيب من رجاه، يقول: رب سبحان ربي، ربي الذي رباني بالنعم ودفع عني النقم. قد جاء من حياته ورأى ألطاف الله به في نفسه وماله وأهله وولده، فإذا سجد بين يدي الله لم يحمل هم الدنيا، لم يشغل أن يقول: يا ربي أصلح بيتي أو أصلح ناقتي أو أصلح سيارتي. إذا به يتذكر نعم الله جل جلاله التي تغدق عليه، تذكر نعمة الله عليه في الدين والدنيا والأمن والأمان في نفسه وماله وولده، فقال: سبحان ربي الأعلى، ربي الذي رباني بالنعم. ساعة تذلل، ساعة تبذل بين يدي الله، ذل في مقام عز ومهانة في مقام كرامة. فإذا عفر جبهته بين يدي ربه، إذا به يحس بهموم الدنيا التي تضيء بين يديه ومن أمامه ومن خلفه، فيعلم أنه ليس لها إلا الله. الخاشع هو الذي إذا وقف بين يدي الله أيقن برحمة الله. متى نستشعر هذه العبادات؟ نستشعر حينما نعلم من نعبد ولمن نتذلل، للملك الكريم ملك الملوك الذي زالت الأملاك ولم يزل ملكه. الملك ملكه والأمر أمره والتدبير تدبيره والخلق خلقه. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. سجد السعيد بين يدي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، الذي أمن الخائفين وأطعم الجائعين وكسى العارين وهدى الضالين، الذي يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، فيذل بين يدي الله بيقين بإيمان باستشعار من يعبد. فإذا قال سبحان ربي الأعلى استشعر عظمة الله جل جلاله. وإذا به لن يبقى له هم في هذه الدنيا. والله إذا حضر قلب في عبادة الرب لن يصيب العبد هم. وهذا معنى قوله عن الذين آمنوا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شهد ملك الملوك أن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من أي شيء يخافون، وهم إذا سجدوا وركعوا وخضعوا تذكروا عظمة الله.